مثل ما تلاحظون شكل الأزهار. طبعا هاي كلها شجرة وحدة، شتلة وحدة، بها الماروني وبها الأحمر وبها الأصفر، يعني طلع لك عدة ألوان. شوف هاي اللون المميز ما شاء الله، هذا كله بشتلة وحدة. طبعا هاي من الأصناف الإيرانية، ما بها أي عطر، فقط غزارة بالألوان، والوردة نهائيا ما تتفلش، تبقى مستمرة حد ما، يعني هاي وردة صار لها فوق الشهر تقريبا وبعدها قوية. أنصح بزراعته بس ما بيعطر، هو هذا عيبه الوحيد.